مرحبا بكم في أمريكا تشارت. هنستخدم أدوات التحليل الفني الكلاسيكي لمراجعة وتحليل 10 أسهم تحت الـ20 دولار يستحقون المراقبة، وتعالوا نشوف كل واحد منهم ليه يستاهل أن يكون تحت المراقبة، ونتعلم أسباب مختلفة لوضع الأسهم تحت المراقبة حتى نتعلم ونمتلك أدوات المراقبة اللازمة، فممكن نسقطها على أي مجموعة أخرى وفق مستجدات السوق. نبدأ بسهم هولو أو مايكرو كلاود هولوجرام. مبدئيا السهم ده تقريبا الوحيد اللي بلجأ فيه أثناء التحليل الكلاسيكي لرسم بياني نسبي أو لوغاريتمي. ليه؟ علشان الهبوط بيكون رسم الخط الخاص بالاتجاه الهابط فيه أوضح وأسهل، نظرا طبعا لحدة زاوية ميل خط الاتجاه ونسب الهبوط المتسارعة. نلاحظ مؤخرا أنه كسر خط الاتجاه، وأثناء الذهاب إليه ذهب بأحجام تداول مرتفعة، والكسر نفسه بأحجام تداول مرتفعة، بينما أيام التأكيد بأحجام تداول أقل. تعالوا ندخل زوم أكتر، أهو الذهاب لخط الاتجاه بحجم تداول مرتفع، الكسر بفجوة سعرية وحجم تداول مرتفع، وأيام التأكيد وخصوصا الجمعة اللي فاتت بحجم تداول أقل. أنا الصراحة بقول لو في صفقة افتراضية محتملة في هذا السهم فالمخاطرة فيه، بالرغم من أنه إلى حد ما سهم مضاربي لذبذبة عالية، إلا أن إلى حد ما نسبيا بالمقارنة بأسهم شبيهة صمام الأمان يعتبر قريب نسبيا عند مناطق ال 23 سنت، بينما حيز الدخول ما بين ال 28 وال 30 التي هو عليها الآن، والمستهدفات أكيد آخر قمة قصيرة الأجل حول ال 70 سنت. فإذا ما نظرنا للمستهدف مقارنة بصمام الأمان فأظنها متاجرة افتراضية تستحق المجازفة ولو بـ1% من الكاش الافتراضي. create new order buy market، عدد الأسهم كام؟ $1000 افتراضي على سعر السهم 30 سنت، عفوا $1000 على 0.30 يعني 3333 سهم، جني الأرباح 0.70، ستوب لوس خلينا نقول مجازا 0.27. طبعا دي من النوادر، خلينا ننزل تحت شوية تحت الـ24. طبعا دي من النوادر اللي بفتح فيها صفقة افتراضية أثناء تسجيل أسهم تستحق المراقبة. هاخد من وقتكم دقيقة علشان بس أسجل هذه الصفقة الافتراضية قبل أن نستكمل الـ9 أسهم الأخرى. 20/24 شهر 9 يوم 30، طبعا إلى حد ما صفقة قصيرة الأجل، عفوا صفقة افتراضية قصيرة الأجل في سهم هولو في الاتجاه الشرائي، سعر الدخول 30 سنت، صمام الأمان خلينا نقول 24 سنت، مستهدف الصفقة 70 سنت، العائد للمخاطرة بقى نحسبه، احنا هنا بنخاطر بحوالي 6 سنت في سبيل ان احنا نكسب 40 سنت، فهتقسم بقى العائد على المخاطرة يساوي 6.66، وده رقم ضخم بـ1% من الكاش الافتراضي. كمية التنفيذ 3333 سهم، الإغلاق الفعلي لسه، مكسب أو خسارة لسه، تاريخ الإغلاق لسه، طبعا لدينا صفقات افتراضية كتير قوي مفتوحة. طيب تعالوا مع بعض نستكمل بقية الأسهم التي تستحق المراقبة من أجل صفقات افتراضية. تاني سهم فويل سيل إنرجي.
يستحق المراقبة حول مناطق الدعم قصيرة الأجل عند 37 سن. الارتداد منها لأعلى إلى ما أعطى إشارات فنية هناك سيسمح باستهداف 51 سنت، بينما كسر 51 سنت للأعلى سيقود السهم إلى 70 سنت، وكأنها نفس المسافة التي يمكن أن يقطعها سهم هولو. فيستحق فيول سيل إنرجي المراقبة، خاصة إذا ما نجح في الثبات حول مستويات الدعم المذكورة عند 37 سنت. ويا سلام لو أعطى إشارات شموع فنية شرائية حول تلك المستويات وبحجم تداول مرتفع، أكيد سيكون لنا عودة لهذا السهم إذا ما تعافى حول المستويات المذكورة. السهم اللي بعده بلج. بلج هنا بقى المراقبة بسبب اقترابه من مقاومة أسبوعية حول مناطق 2 دولار وربع، لكن كسر هذه المناطق لأعلى زي ما حصل يوم الجمعة اللي فات بحجم تداول مرتفع، يبقى احنا منتظرين ايه؟ منتظرين اغلاق على الاقل جلستين كمان، يعني احنا عايزين جلسة الثلاث وجلسة الاربع فوق 2 دولار و20 سنت او مجازا 2 دولار وربع، وقتها ممكن يبقى في متاجرة افتراضية في هذا السهم بصمام امان مثلا حول او تحت دولار 85 ومستهدف مضاربي 2 دولار 60، بينما المستهدف قصير الاجل اخر قمة يومية قصيرة الاجل حول 3 دولار 20، 3 دولار وربع، 3 دولار 40. السهم الذي يليهم فيرجين جالاكتيك. وفيرجين جالاكتيك برضو نفس القصة، يراقب من أجل كسر المقاومة اليومية قصيرة الأجل عند 7 دولار و40 سنت. كسرها لأعلى سيدفع السهم في موجة دافعة لأعلى تستهدف آخر فجوة سعرية هابطة حصلت في الاتجاه الهابط السابق. هذه الفجوة السعرية كانت ما بين 12 دولار و13 ونص، وطبيعي تبقى مستهدف أي موجة ارتدادية لأعلى فقط بكسر ناجح ل 7 دولار 40 سنت بحجم تداول مرتفع وإغلاق على الآن جلستين متتاليتين غير جلسة الكسر نفسها. أندر أرمور لنا صفقة افتراضية مفتوحة فيه، ولكن نرجع شوية هنلاحظ إيه؟ هنلاحظ ان عندنا مقاومات عنيفة في سهم اندر ارمور عند مناطق 9 دولار التي هو عندها الان. كسر هذه المقاومات الاسبوعية لاعلى بنجاح والثبات فوقها اسبوعا كاملا حتى نتجنب اشارات مغلوطة كالتي حدثت في السابق، يسمح بتبني رؤية إيجابية مضاعفة تستهدف مناطق 12 دولار على الإطار الزمني القصير المائل إلى المتوسط. وقتها ممكن جدا نضيف كمية أخرى للكمية الافتراضية القديمة الموجودة، أو نكتفي بهذا القدر فيها بحكم أن احنا فاتحين صفقات افتراضية أخرى متعددة في قطاعات كثيرة أخرى. أما من يمتلك كاش افتراضي صافي فممكن أن يشارك بعد كسر 9 دولار للأعلى بحكم أن هيبقى فيه نفس سمك التحرك السابق الأفقي ما بين 6 و9، يعني 3 دولار إضافية تضاف لمناطق 9، فطبيعي نستهدف مناطق 12 دولار التي هي في الأساس مقاومة تكون عندها قمة سابقة فنية، فهي هتبقى مستهدف إلى حد ما مزدوج. مزدوج إزاي؟ قمة سابقة أسبوعية زائد سمك الاتجاه العرضي الذي كان يتحرك فيه. ننتقل لسهم آخر ألا وهو وولف. وولف سبيد إلى حد ما كون قاع مزدوج. القاع المزدوج ده قصير الأجل مضاربي للغاية 1-2. طب ده بيعكس إيه؟ بيعكس الهبوط قصير الأجل إلى صعود قصير الأجل. أين المستهدفات؟ حول 12.5 إلى 13.5. خط الرقبة هو صمام الأمان حول 98، وحيز الدخول الافتراضي تحت 10.5، معاك لحد 10 كمناطق دخول افتراضي.
طبعا كسر ال 98 مع اغلاق جلستين غير جلسه الكسر نفسها ادعى للتخارج من المراكز الافتراضيه المفتوحه، بينما المستهدف كما ذكرناه ما بين 12 ونص و 13 ونص على الاطار الزمني القصير. سهم بارامونت اراه اقترب كثيرا من كسر خط الاتجاه الهابط قصير الاجل المائل للمتوسط، فشل كذا مرة في انه يتجاوز هذا الخط، مرتين ثلاثة أربعة، نحن في المرة الخامسة التي يحاول فيها كسر هذا الخط. لو كسره للأعلى حتى لو انحدر فوق الخط الهابط مرة أخرى ستكون فرص للدخول الافتراضي حتى وإن ذهب مرة أخرى إلى العشرة، وهي دعم سيكولوجي ومعنوي بجانب أنها دعم أسبوعي. نجح في صد الضغط البيعي مرة واثنين وثلاثة وأربعة. سهم بارامونت يستحق المراقبة. نيجي اليو اي باث، وهنا إذا تمكن يو اي باث من كسر المقاومة الأفقية قصيرة الأجل عند 13 دولار وربع سيكون اكتمل نمط رأس وكتفين. ورأس وكتفين خدت وقت طويل قوي، يعني واخد حوالي 3-4 شهور. كسر ذلك المستوى للأعلى هيبقى غالبا معاه كسر مزدوج لخط الاتجاه الهابط اللي احنا شايفينه، وبإذن الله لو كان بحجم تداول مرتفع ننتظر بس إغلاق 3 أو 4 أيام، وساعتها المستهدفات هتبقى حد أدنى حول مناطق ال 19 امتدادا إلى ال 22، مستهدفات إلى حد ما متوسطة الأجل تحتاج شيء من الصبر. ننتقل إلى صندوق الغاز الطبيعي الأمريكي. أنا شايف إن الغاز الطبيعي منطلق وسيواصل، لكن الإشكالية في صندوق الغاز الطبيعي الصراحة إنه جري في عز ما أنا كنت منخوم مع أسهم السيارات الكهربائية. هنا تجاوز المقاومة اليومية قصيرة الأجل حول 14 دولار 75 إلى 15 دولار، ومش بس كده، وبعدما تجاوز تلك المناطق ثبت فوقها 3-4 جلسات، وكنت أنا ما زلت منخوم برضو في قطاع السيارات الكهربائية قبل أن ينطلق. يبقى أنا علشان أدخل الغاز الطبيعي كصندوق وأنا مطمن في أي صفقة افتراضية صراحة هنتظر تصحيح، فإن لم يأتي فلا نصيب لي فيه ببساطة. خلينا نرسم خط الدعم اللي المفروض لو راح إليه وصحح نحو منه ممكن تبقى فرصة لتدارك هروب السهم، إنما أطارد لا. طيب كارنيفال كوربوريشن، هنا بقى لازم نبعد شوية. ليه؟ أنا عايزك تركز في كم مرة حاول كارنيفال إنه يتجاوز ال 19. مرة، اثنين، خلي بالك هنا تحتسب واحدة لكن مجازا هنقول 3 4 5، 5 مرات متتالية خلال أقل من سنة حاول فيها كارنيفال إنه يتجاوز مناطق ال 18 دولار 90 أو ال 19 دولار. من ده معناه إيه؟ خلي بالك بمقاومة شهرية طويلة الأجل، معناه إن لو انكسرت لأعلى مع إغلاق أسبوعي ستصبح الفرصة الافتراضية جاهزة للتطبيق، مع العلم إن المستهدف على الأقل هيبقى سمك الاتجاه العرضي متوسط الأجل الأخير اللي كان مقداره 4 أو 5 دولار ما بين الدعم حول ال 14 والمقاومة حول ال 15 ال 19 عفوا، وبالتالي احنا بنتكلم في تقريبا مستهدف حول ال 24 دولار. بس خلي بالك ال 24 دولار ده حد أدنى أو محطة أولى، وممكن يروح لأبعد من كده بكتير، يبقى يستحق مراقبة كسر المقاومة. نيجي بقى لبريستول مايرز وتويليو وموديرنا وسولفنتوم واي ال وسنوفليك ويو بي اس، كل المجموعة دي أبعد من ال 20 دولار، وبالتالي هنتكلم عليها إن شاء الله في فيديو مستقل. إنما أختم بسهم أمتلك فيه صفقة افتراضية مفتوحة ألا وهو فيجنري هولدينجز. لما فتحنا هذه الصفقة الافتراضية كان بسبب جلسة الصعود القوية للغاية دي، بسبب حجم التداول المرتفع المجنون ده، بسبب تمويل مقداره 120 مليون دولار من قبل صندوق الاستثمارات العامة لهذه الشركة.
فلما انا جازفت بالدخول ذات مخاطره مرتفعه في صفقه افتراضيه مبكرا على امل ان هذه الاحجام التداول ستجعل السهم يواصل، الا ان هذا لم يحدث والحمد لله لم اشارك باكثر من 1% من الكاش الافتراضي. رجوع السهم لمناطق بدايه الانطلاق ما بين 2 دولار 40 ومعانا لحد 2 دولار 18، هذا الحيز يستحق المراقبة، لأن ممكن جدا أزود فيه 1% أخرى إضافية إلى ما ظهرت شموع يابانية إنعكاسية حول تلك المستويات. أما إذا لم يكن هناك أصلا صفقات افتراضية مفتوحة من الأساس والكاش صافي، فممكن استغلال 1% من هذا الكاش الافتراضي الغير مستغل في صفقة افتراضية حول المستويات المذكورة ما بين 2 دولار 20 و 2 دولار 40 إذا ما أعطى إشارات بشموع يابانية إنعكاسية حول تلك المستويات، ويا حبذا لو كانت بحجم تداول مرتفع. كده احنا استوفينا الفرص التي تستحق المراقبة من وجهة نظر الشخصية لمتاجرات افتراضية محتملة. أما عن الأسهم ما بين $50 و$150 فهذا فيديو آخر مستقل. كان معاكم وائل يحيى، خبير فني اقتصادي معتمد دوليا من الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين. بالتوفيق إن شاء الله.